السلام عليكم، شلونكم شباب؟ شخباركم؟ رجعنا لكم بفيديو جديد من لعبة فري فاير. لا تنسون اللايك والاشتراك، خليكم ويا الفيديو. ورجعنا لكم يا اخوان بفيديو جديد من لعبة فري فاير. يا اخوان جميع حط لايك واشتراك، واسف على سحب اسبوع. ان شاء الله يا اخوان اليوم راح انزل لكم فيديو. يا اخوان جميع حط لايك واشتراك. يا اخوان رجعنا لكم فيديو جديد من لعبة فري فاير. يا اخوان فكرة المقطع يا اخوان راح اسرب لكم عن المتجر الغامض مثل ما شفت يا اخوان، مثل ما سمعت يا اخوان اسرب لكم عن المتجر الغامض يا اخوان. اذا تحبون استمر يعني انشر تسريبات عن لعبه فري فاير، مثل تسريبات تعاون فري فاير مع لامبورغيني، اكو حدث راح ينزل هيجي يا اخوان، فاكتبوا لي بالتعليقات وراح انزل لكم التسريبات. فيا اخوان حاليا راح انزل لكم تسريب عن لعبة يا اخوان، اي لعبة عن المتجر الغامض، شين سكن البيت وسكن الولد وشين الاشياء اللي موجودة داخل المتجر والاسعار. يا اخوان حط لايك واشتراك وخليكم ويا التسريب. يا اخوان رجعنا لكم ويا التسريب، ومثل ما قدامكم هو هذا المتجر الغامض راح ينزل يا اخوان، تقريبا ينزل ويا حدث او تحديث ارض الشتاء يا اخوان. هذا المتجر راح اشرح اي شيء بالتفصيل ان شاء الله يا اخوان. نجي يا اخوان اذا لبست الولد يا اخوان اقيمها مليار من 10. العفو يا اخوان. يا اخوان اللبسه كلش حلوه، عندنا الانيميشن اللي بالحذاء كلش كلش جميله يا اخوان، والبلوزه حلوه، ويا اخوان هي والسكين كلها حلوه. عندنا هاي البلوزه حلوه، ال يا اخوان ايضا هاي حلوه، الحذاء حلوه، الشعر جميل، و التأثير العيون يا اخوان ايضا حلو. يا اخوان نجي عندنا ايضا اللحية يا اخوان، عدي التخطيط طلع 49. نجي بعد يا اخوان عندنا توكن 10,000 توكن، الف شلون ما اعرف. المهم يا اخوان عندنا توكن هذا سلاح، والتوكن هاي اعتقد الاي كي، الاي كي والام 4، الام 4 يا اخوان هاي. وعندنا هاي الرقصه يا اخوان، هاي الرقصه عندنا موجوده يا اخوان. تقريبا هاي الاشياء اللي قاعده اسربها ان شاء الله تنزل، تقريبا 100% راح تنزل. وعندنا يا اخوان هاي الثلجه، عندنا بطاقه تغيير رومات، وهاي اللبسه يا اخوان عندنا، وعندنا هاي القبعه، وبعد ايش عندنا؟ عندنا هذا الرسم اللي على الوجه. بعد يا اخوان عندنا جنطه هاي مال حقيبه لدغه التنين. نجي يا اخوان عندنا بعد هاي الدراجه كوبرا، بعد شني عندنا بعد هذا الحيوان بيستون، هذا يا اخوان الحيوان مع بيستون. بعد يا اخوان عندنا هذا الكاتانا الموسم الوردي. يا اخوان حاليا سربت الواجهة مال الولد، بس يا اخوان بس ثاني يصعد واجهة البت ما اقدر اثر لها، لان يقول لك لازم تصرف 10 من الجواهر. يا اخوان هذا التسريب وهالاشياء. نجي يا اخوان نرجع يا اخوان، هسه اعتقد حطيت لكم اياها بالمونتاج الصوره مال الحدث، ويا اخوان اعتقد هسه راح احط لكم الصوره الثانيه. يا اخوان هاي التسريب مال سلاح، اي سلاح يا اخوان، ما متعود اسرب يعني الاشياء هاي. يا اخوان التسريب مال متجر الغامض، اعتقد يا اخوان اعتقد ينزل بعد 4 ايام، او يعني مو اكيد يا اخوان، او وي نزول تحديث ارض الشتاء. يا اخوان سربت لكم ان شاء الله المتجر الغامض، اتمنى استفادتوا من الفيديو. هنا وصلنا للفيديو، لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم كل جديد، ومع السلامه. نلتقيكم بفيديو جديد، ونختم الفيديو بصلاه على محمد وعلي محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.